قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست، فهل صامها بعد رمضان ولا قبل رمضان؟ انتبه، هذا رجل صام من رمضان 24 يوما، كم بقي عليه؟ 6 أيام. إذا صام الأيام الستة من شوال قبل أن يصوم الستة القضاء، فهل يقال إنه صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال؟ لا، ما صام رمضان، لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان. وليست هذه المسألة من باب